Welcome to Susan's channel, a channel about cooking, baking, outgoings, and reviews. If you guys enjoy this content, please give it a thumbs up, subscribe, and share the videos with your friends and family. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. ده الجزء الثاني من الفلاج، عشان الاولاني هيبقى كده احنا طويل. وصلنا تالت محل اللي هو اسمه Harvest Fresh Market. هو كان ليه اسم تاني بس هو اتغير، اسمه الاول Fresh Choice، ودوت يعني محل استغفر الله عليه. انتوا هتشوفوا دلوقتي ليه، بس ده كل اللي انا محتاجة اقوله. بقى نضيف بتقول، بس انا مش قادرة اصدق. وبيحط كل حاجاته بره في الشارع زي انتم شايفين كده اهو. وليلى نامت او هي بتنام او يمكن تصحى، ما اعرفش، بس هي كانت نايمه واحنا صحيناها من النوم. ف هو ده شكل المحل. خلينا بقى نخش ونفرج كل الحاجة. دي بامية اهي، حطينا ب$3. بتقول دي بامية هندية، هي كبيرة اوي زي انتم شايفين، وعندهم ليمون. في تين شوكي حتى اهو، حاطين ب$3. بيبي بنانا حلوة برضو، بنانا صغيرة على قد ليلى يعني، عشان ترميش نص المزايا. بقى حاجات رمضان دوت ب$4.5، دوت اللي هو التين اللي بيبقى ناشف اللي بتحطوه في اليميش. وعندهم برضو نفس الجبن اللي هي البرازيدون اللي بقولكوا عليها، هنا ب$3. وفي بوك، معرفش بتتنطق ازاي، بس دي برضو موجودة في مصر، حطيناها ب$5. وفي دومتي، أول مرة أشوف دومتي أو أخد بالي منها، معرفش هي موجودة على طول ولا لأ، بس دي دومتي أهي ب$3 بأنواعها. في الإسطنبولي، وفي الأم اسمها ايه، زيتون، وفي جرينلاند برضو. وهنا عندهم الجبنة اللي هي البقرة الضحكة، بتبقى حتت صغيرة، تمن مثلثات ب$1 اهي. وفي بقى انواع جبن تانية جوه في التلاجة دي، بس يعني انواع عادية مش موجودة في مصر، او موجودة في مصر بس عادية، زي برضو برازيدون ديت اهي، ديت نوعها اسمها بري. عندهم طبعا الزيتون كل المخلل، وعندهم كمان ترشي بس مش مشطشط، ترشي عادي. وفي بقى الجبن برضو المكسيكانية وكده، وفي حلاوة كمان، دي حلاوة اهي، حلاوة السادة. الباون بكام؟ ب$6. في الفريزر بقى عندهم الملوخية، في أنواع كتير، في شركة طازة، في مونتانا هنا هو، في أنواع كتير. وديت بامية أهي، في برضو أنواع كتير من البامية. وفي أول إس فوق خالص، خلينا نشوف بكام الملوخية. في ملوخية حطينا ب$99 اللي هي ديت، وفي ديت ب$129، وفي ب$150 اللي هي في النص ديت اللي هي مونتانا. وفي بقى البامية ب$2.70، وفي بامية ب$3.50. كل حاجة زي بعض، هو بس الشركة هي اللي تختلف، ده الفرق بس الوحيد في كل الحاجات ديت والأسعار يعني. وفي بقى الفاصوليا والفول والحاجات دي كلها برضو هنا، ده فول اهو ب$2.50. وخلينا نشوف في ايه كمان في التلاجات. انواع كتير من الملوخية، في منها متقطعة، في منها صحيحة كده يعني، في انواع كتير زي انتم شايفين. وفي خرشوف اهو، ده خرشوف ب$3، وفي منه كمان من فوق اهو ب$3.50. ودوت بقى بيت العيش اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا وريته لكم في المحل التاني، اللي هو الفطير مشلتت. في منه بقى هندي زي دوت باراثا، وفي منه انواع كتيرة انا مش عارفاها كلها، وتندوري روتي دوت برضو هندي، ممكن تكونوا عارفين الحاجات دي لو بتتفرجوا على المسلسلات الهندية. وفي اهو بقى اللي هو الفطير مشلتت، الخمسة ب$169 لو مش عايزين الكيس الكبير، برضو على حسب كل محلات بتبيها ايه. وهو الكيس الكبير بس مش مكتوب عليه السعر، فانا مش عارفة سعره ايه. نكمل بقى هنا الجلاش، كل ده جلاش ب$3، وفي ب$2.50، وفي فين هنا كمان، في برضو ب$3، وفي الكنافة برضو، الكنافة اهي ب$3 برضو، وفي نوع من فوق برضو ب$3. ففي برضو الكنافة والقطايف، مش القطايف، الكنافة والجلاش الاثنين برضو موجودين، وممكن تعملوا حلويات او حادق او كده. وفي بقى هو بتاع السمبوسة اللي امي كانت بتحكي عنه، دوت هو فعلا بتاع السمبوسة، انما التاني كان حاجات صينية، انما دوت البسبوسة ديت كام واحدة، مش مكتوب كام واحدة، بس مكتوب باون وخمسة اونس ب$3. وفي من تحت دوت مش مكتوب عليه السعر برضو، بس زيه بالظبط. وفي برضو اهم دول
ملفوفين زي حتة العجينة ملفوفة. من فوق ديت ب5.5. هنا بقى جينا للمكسرات اللي هم مثلا المشمش اهو، وفي الكاجو اهو، في ايه هو ده بسلة بس اليوم في اللوز المتقطع ومتقشر من غير قشر، وفي ده اسمه ايه ده؟ هو ده اللي كنت بقول عليه جديد جامبو. وفي بقى كتير قوي زي ما انتم شايفين حوالينا هنا اهو، في منه برده ملبس وكده، وفي منه متعبي جاهز، في منه اللب متعبي جاهز برده وانت تاخديه بدل ما تفضلي تعبي. ولازم تاخدي الورقه ديت وتحطي عليها الرقم اللي هو ده بقى هنا اهو، عشان يعرفوا يكتبوا الوزن بتاعهم في مصر. عندهم الشاي دوت برده، شاي العروسه، وفي الوزه بس مش لاقيه، مش لاقيه اللي هو السايب. السايب يعني دول بكام ولا متعرفيش؟ ده ب6 وده ب3. الوزة ب3 والعروسة ب6. عندهم كمان مشروب الرني دوت بالبرتقان، معرفش في انواع تانية ولا لا، بس هو البرتقان قدامي. وفي هدايق كاليفورنيا اللي هي كاليفورنيا جاردن بالمانجا، الرني ب70 قرش الواحدة، وهدايق كاليفورنيا ب80. وعندهم صواني وحلال كتير برضو هنا اهي، اشكال والوان واحجام زي انتم شايفين كده، حيطة مليانة. وفي حاجات برضو تبع المطابخ هنا اهو، الصواني، وفي منها اللي بتستخدميها مرة واحدة وترميها ديت اهي. وفي بقى دول هما مثلا للكحك او للبيتزا، حاجات زي كده. الصغيرة دي ب6، انا هو الحجم ده ب6، والحجم الاكبر ب7، افتكر ابو 7 احلى. وفي بقى منهم مدورين البسبوسة وكده. وفي المصافي ديت ب6 وب5. الناحية دي بقى في البلاستيكات بتاعت المطابخ اللي بتحطي فيها اي اكل متبقي او كده يعني، وفي الاطباق برضو، وفي الصواني التقديم، وفي المطبقية، وفي الملحة، وبتاعت الفلفل، ودي بتاعت الزيت تحطي فيها زيت وتبلقي منها بدل ما تجيبي الازازة، لو عندك ازازة كبيرة تفضلي تشيلي فيها. وفي الاطباق دي مش عارفة هي ازاز، هي ازاز، تعتبر ازاز بتاعها تقيل، والاكبر واحد ب3 واصغر واحد بدولار، اللي هو بتاع السلطات وكده الحاجات الصغيره. في سكريات كمان ب3 اهي، كل دول سكريات. وفي الشوك تحت هنا برضو، في طفايه للناس اللي بتشرب سجاير وكوبايات الشاي وكده، بس هو الكوبايات دي شكلها حلو قوي، دول 2 سوا. وفي برادات الشاي بقى اهي، دي بتاعت القهوه ب10 دولار، 3 ب10 دولار. وفي بتاعة المية اللي بتغلي المية ب30. وفي بقى بطول الشاي والكتل اهم، بتاعة الكتل ب18 وبتاعة الشاي ب20. وفي برضو دي بتاعة القهوة ب21، دي واحدة بس كبيرة، وبتاع الشاي برضو اهم، هي بس قلبة الشاي، في منها الاتنين فوق بعض، في منها الواحدة بس، الواحدة بس ب9.5. في برضو دول اللي هما الاتنين فوق بعض ب20 لونين، ودي برضو بتاعت القهوة ب9، ودي بتاعت قهوة وشاي ب6، كده تبقى أرخص واحدة، وحجمها كمان مش وحش. ودي برضو بتاعت الشاي اللي هي الستانلس ستيل ب8، والكاتول دوت برضو ب9. وفي بتوع الشاي كمان من تحت اهو، في أحجام برضو كده اللي من تحت ب20. وهنا برضو بطول الشاي وبطول القهوة والحاجات دي كلها، نشوف دي بكام، انا مش مكتوبة لها بكام، بس في احجام برضو منها، وفي منها ستانلس ستيل، وفي منها ملونة وكده زي انتم شايفين اهو، اشكال كتير. في بقى الفتحات والعصارات، وبتاعت البيتزا اللي بتقطع البيتزا، والكبشة والمعالق، والحراسة اللي بتحرس البطاطس، ودي برضو بتاعت الشاي، تحطوا فيها الشاي السايب وتحطوها في الكوباية او تغلوها في الكاتل بدل ما التفل بتاعه يعني يكون في الكوباية وتشربوه. عندهم كمان البقسماط بتاعت الشاي اهي، في منها مدورة، في منها طويلة، في منها اشكال برضو كتير. ديت العلبة دي ب5، وفي العلبة دي ب6، ودي برضو ب5. في منها بتبقى بطعم فانيليا افتكر، في منها من غير سكر، دي من غير سكر، وديت بالكوكونات اللي هو جوز الهند اهي، مش فانيليا بس افتكر برضو في منها بالفانيليا، في منها باللوز، ديت باللوز. شربات هنا اهو، وفي ماء الورد هنا برضو اهو، ماء الورد ب2 دولار، والشربات في ب2 وفي ب4 وفي ب3 على حسب كل طعم، في منه بماء الورد برضو، وفي منه مش عارفة بصراحة دول ايه، مش مكتوب
مش عارفة ايه اللغة دي فمش عارفاها. عندهم كمان كياس اللي هي لب ومكسرات مشكلة، ده مشكل بستة ونص، وفي برضو دوت مشكل بستة، وفي اللب ده اهو مش مكتوبة ليه بكام، وفي اللب الابيض ده اللب افتكر انتوا بتقولوا عليه السوري مش عارفة، بس افتكر ده السوري وده الابيض. وفي منه بيبقى علب كمان اهي برضو بتبقى ميكس، ديت كلها بتبقى ميكس ما فيش منها مش ميكس يعني، وديت في منها بثمانية وفي منها بسبعة وفي منها بستة، فكل واحدة بتبقى ليها طعم او نوع يعني معين. احنا حبينا نعزم امي على مطعم بيبيا اكل عربي زي دوت مثلا فلافل، وفي كمان كفتة يعني بصوا اهو ده المنيو هو مش باين قوي بس في كفتة كباب، وخلينا نوريكم صورة الكفتة اهي هو ده الكفتة، وفي سلطات وكده. احنا جبنا اتنين من الكفتة اللي هي الصورة دي، انا موريهم واحدة بس او تلاتة بس، ديت الكفتة ديت، وحاطين حاجات فرعنا هنا اهو طبعا مصر اهي هي مش باينة قوي، واهو برضو في حاجات هنا، فانا بنوريكم الاكل لما يجي بقى. وليلى لسه صاحية من النوم عشان انتوا شفتوا هي كانت نايمة ازاي، فهي مقريفة شوية اهي. وحاطين كمان صور الاكل هنا انا ما خدتش بالي، عندهم ورق عنب وتبولة وكبة وساندوتشات وشاورما وكده، عندهم اكل كتير من اللي هو العربي. اول مرة نيجي هنا، كنا بنيجي مطعم زمان بس هو خلاص قفل، فقلنا نجرب دوت عشان مش عارفين نروح عند مين. شو رأيك؟ مش لما يجي الاكل؟ ايه رأيك في الجو؟ حلو الجو مصر هو اثار مصر، لا انا مو مصري ولا هو. شو رايك زي ما تقولي لها شو رايك دي سيبيها في حالها عشان ما تصوت النور، هي لسه صاحية. هاي لا طب خلاص باي، ولا هاي ولا باي ولا ليك. الاكل جه اهو دوت الرز اهو والكفته ومع السلطه واسمه ايه ده لفت، وبيجي معاه كمان صلصه اللي هي حمص، وفي هوت صوص مع ليلى شكلها عزت لها لب الدنيا، وفي توميه اهي هو ده بتاع امي معاها بس عامل زي خيار سلطه خيار بتوم بزبادي زبادي وفي خيار، فهو ده شكل الاكل. احنا دلوقتي طلعنا على الفري واي وبوريه لكم، سواء بيبقى زحمه في الوقت ده وسواء بيبقى رايق فعلى حسب يعني. اول فيديو انا عملته كنت ماشيه زي كده والدنيا كانت زحمه، ورحت صورته من غير ما اقصد ان انا اعمل قناه ولا اي حاجه، صورته وحطيته ولقيت ناس داخله ومعلقالي، فبقيت اصور وانا ماشيه زي كده واكمل، وبعدين طلعت في دماغي ان انا اعمل قناه وعملتها والحمد لله. بس لما عملتها والحمد لله ما فيش متابعين وما فيش مشاهدات وما فيش اي حاجه. يلا الحمد لله كل اللي يجيب ربنا كويس. حبيت بس اقول لكم ان احنا خلاص خلصنا المحلات ودلوقتي احنا مروحين على بيتنا ناخد وقت في الطريق. احنا طلعنا على الفري واي وهنروح، والمكان هناك بيعجبني جدا جدا، بحس ان انا في مصر او في دولة عربية، كل اليوفط بيبقى مكتوبة بالعربي وناس كتيرة بتلاقي بتتكلم بالعربي، اكترية الشغالين في المحلات بيتكلموا بالعربي، وبحب المكان هناك حلو اوي اوي اوي. وصلنا الحمد لله واقفين على باب البيت اهو، وهنقعد بقى انا وليلى نستت في العربية وهاجر ان شاء الله كده تفتح البيت الخدمة بتاعتهم، اروح اطلع لهم كل الحاجات دي وادخلها البيت انا لوحدي، وهاجر تشتي زي الشطوره كده تروح ايه تدخل الحاجه قوي. وانا اقعد انا وليلى كده هواني في العربيه هواني في جاردن سيتي، المفروض انا وانتي نقعد وليلى هي تخش تدخل مش المفروض الدنيا اساسا ظلمه عند ليلى، ليلى مش باينه، نقعد هواني في جاردن سيتي انا وليلى في العربيه وهي تشيل الحاجه عشان انا كتفي بس بيوجعني، وادعوا لي ربنا يشفيني ويخفف لي ايديا. خليني اوريهم العصير ده، العصير ده يا العصير ده بصوا على العصير ده، دوت عصير معمول من الصبار
وبعد كده بقى بيبقى ليه طعم، بيبقى هي ده صبار جوه عامله زي الجيلي كده بتاكليها عادي. وهو بقى بتعمل بطيخ، في منه طعم المانجا، وفي منه معرفش ايه تاني، بس في انواع منه كتير. وفي منه بيبقى صبار بس بالرمان. وفي منه بيبقى صبار بس بطعم الصبار وحتت صبار. سو اني وايز ده هيبقى اخر الفيديو عشان انا بيزي بقى، لازم اروح الم الحاجه وادخل الحاجه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو جديد احنا هننزله، عشان احنا عاملين نصور لكم في فيديوهات كتير قوي وكلها حلوه ما شاء الله. Yeah. بس للاسف مش لاقيين مشاهدات ولا لاقيين، مش لاقيين الهلوين اللي بيتفرجوا ولا لاقيين متابعين يشجعونا. فالمهم ما تنسوش برضو تدعموا لنا لايك، ويكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو او الفيديوهات دي، عشان هي اكتر من فيديو. قولوا لنا ايه رايكم في الفيديوهات ديت والمحل العربي، ولو انتوا ساكنين قريب من هنا ورحتوا المحل ده او اول مره تسمعوا عنه او بتروحوه، قولوا لنا برضو ايه رايكم في التلات محلات او المحل اللي انتوا تعرفوه من التلاتة. ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.